يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خير الكلام كلام الله السلام ذو الجلال والإكرام، يتلوه على مسامعنا الأستاذ عبد الرضا المبارك، نستمع إليه منصتين، تسبقه صلواتنا وصلواتكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله كل شيء عليم. في بيوت أذن الله
له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسنت يا أبا محمد، تلوت فأجت، جعلك الله من المتمسكين بكتاب الله وعترة رسوله.